أهلا بكم في هذا الفيديو الذي سنتكلم فيه عن الخطوات الأساسية اللازمة للبدء بالعمل على برنامج الأمين. نقوم بتشغيل البرنامج. عند تشغيل البرنامج تظهر واجهة تطلب تحديد مكان وجود دائرة الحماية الخاصة بالبرنامج. نختار مكان وجود دائرة الحماية ونضغط موافق. عند تشغيل البرنامج لأول مرة يطلب منك تحديد لغة واجهة البرنامج، حيث يدعم برنامج الأمين عدة لغات لواجهات البرنامج كالعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، ويتم إضافة لغات جديدة كل فترة. في هذا الفيديو والفيديوهات التي تليه سوف نستخدم اللغة العربية. قبل أن تبدأ بالعمل على حسابات أي شركة، أنت بحاجة أولا لإنشاء ملف محاسبي لهذه الشركة، وهذه العملية عادة تحتاج لها مرة واحدة للشركة. عند تشغيل الأمين لأول مرة يظهر لك معالج إنشاء ملف. هذا المعالج سوف يقودك خطوة خطوة في عملية إنشاء الملف المحاسبي هذا. في هذا الفيديو لن ندخل في تفاصيل جميع الخيارات التي سوف تمر معنا في نوافذ هذا المعالج، وسنتحدث فقط عن الحالة العامة التي تهم غالبية المستخدمين. عند بدء إنشاء الملفات تظهر نافذة ترحيبية لإنشاء وتعريف ملفات الشركة من بطاقات ومواد وحسابات. انقر فوق التالي للانتقال إلى الخطوة التالية في عملية إنشاء الملفات، أو انقر فوق إلغاء الأمر للخروج من هذه العملية. في هذه الخطوة يتم تحديد نوع الملف الذي سيتم إنشاؤه. هذا الخيار قد لا يظهر لديك لأنه يتعلق بنوع دائرة الحماية التي تملكها. نختار عادي ونضغط التالي. سيتم تخزين كل العمليات المحاسبية فعليا في ملفات سيتم إنشاؤها ضمن مزود SQL Server بالخيارات التي سنحددها في نافذة لاحقة. أما في هذه النافذة فسوف نحدد مكان الاختصار الذي سيتم الوصول للملفات الفعلية من خلاله. يقترح البرنامج موقعا تلقائيا لإنشاء ذلك الاختصار. نختار الموقع التلقائي ونضغط التالي. في هذه النافذة يتم إظهار ملاحظة تنبيهية عن الفرق بين كيفية تخزين المعلومات ضمن SQL Server واختلافه عن موقع اختصار الملف. نحدد هذا الخيار ونضغط على زر التالي. يتم في هذه الخطوة تحديد الاسم التوصيفي للملفات التي سيتم العمل بها، حيث سيظهر اسم افتراضي. ندخل اسما مناسبا ونضغط زر التالي. في هذه الخطوة يتم تحديد اسم المستخدم، المدير أو اسمك الشخصي أو غير ذلك، وهو الشخص الذي يتمتع بكافة الصلاحيات للعمل في البرنامج ويحدد صلاحيات المستخدمين. يمكنك لاحقا إضافة مستخدمين آخرين بصلاحيات مختلفة. من خلال هذه النافذة يتم تحديد مزود SQL Server الذي سيحوي الملفات الفعلية. عادة يظهر اسم الحاسب الحالي. يجب أن تكون قد قمت بتثبيت مزود SQL Server على هذا الجهاز قبل البدء. إذا كانت طبيعة عملك تتطلب عدة مستخدمين يعملون على شبكة فهذه الحالة مختلفة. لن نقوم بالدخول بتفاصيلها في هذا الفيديو، ونأمل أن نغطيها في فيديو لاحق. يتم في هذه الخطوة تحديد تاريخ أول المدة، وهو تاريخ بدء العمليات المحاسبية، وهو عادة بداية السنة، حيث لن يسمح البرنامج بتخزين أي عمليات من فواتير وسندات وغيرها بتاريخ يسبق هذا التاريخ، كما سيعتبر البرنامج بشكل افتراضي أن تاريخ آخر المدة هو نهاية السنة التي تم تحديدها هنا، وتستطيع تغيير هذا التاريخ لاحقا من خيارات البرنامج. يتم في هذه الخطوة إدخال العملة الأساسية المعتمدة في عمليات البرنامج من فواتير وسندات مالية مع رمز هذه العملة وسعر تعادلها، علما أن إدخال عملات أخرى
ممكن ضمن خيارات البرنامج. يتم في هذه الخطوة اختيار الدليل المحاسبي المطلوب للعمل عليه ضمن البرنامج، حيث يقدم البرنامج مجموعة من الدلائل المحاسبية الجاهزة التي تستطيع البدء منها والتعديل عليها لاحقا. في هذه النافذة يمكن اختيار دليل المواد الذي سيتم البدء به، وسوف نختار الدليل الفارغ. قد لا يظهر لديك هذا الخيار لأنه يتعلق بنوع دائرة الحماية التي تملكها. في هذه النافذة يتم إظهار ملخص لمعلومات الملف التي قمنا بتحديدها في الخطوات السابقة، نقوم بمراجعتها والتأكد من المعلومات ونضغط التالي. هذه هي النافذة الأخيرة في معالج إنشاء الملفات، ويمكن الضغط على زر السابق لتعديل أي خيار من الخيارات التي قمنا بتحديدها. عند الضغط على زر إنشاء سيبدأ البرنامج بعملية إنشاء الملفات الخاصة بالشركة وفقا للخيارات التي قمنا بتحديدها. هذه العملية قد تستغرق بعض الوقت. بعد الانتهاء من إنشاء الملف يتم فتحه وتظهر القائمة الكاملة للبرنامج بجميع عملياتها. هذه القائمة قد تختلف عن القائمة التي تظهر عندك، وذلك حسب المزايا التي تحويها دائرة الحماية لديك، حيث أن العديد من تلك المزايا قد تكون اختيارية ويتم دفع ثمنها بشكل مفصل. سنبدأ في فيديوهات لاحقة بإذن الله بالتحدث عن العمليات الأساسية للبرنامج. نراكم قريبا بإذن الله. شكرا لكم.